بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مره سالني طفل صغير يمكن 4 سنين او 5 سنين، هو ليه ما ينفعش ناكل قبل القداس؟ طبعا بالنسبه لي السؤال صعوبته في ازاي اوضح للطفل 4 5 سنين انه اهميه الصوم قبل القداس. طبعا للكبار احنا عارفين ان الصوم نوع من انواع الاستعداد والاستعداد المهم للتناول، لكن ازاي اوضحها للطفل الصغير؟ فيعني طلبت كده معونة ربنا، قلت له يا رب كده ساعدني ازاي اوضح الموضوع ده للطفل الصغير. وبعدين ربنا فكرني بحاجة حلوة قوي، قلت له حبيبي عايز اسألك سؤال. قال لي ايه؟ قلت له تفتكر لو في ضيف مهم جاي البيت عندكم، تحبه لما يدخل البيت يلاقي البيت نظيف، ولا يلاقي بقى فيه حاجات واقعة على الأرض وأكل وجوس ولعب والدنيا مكركبة؟ قال لي لأ، يجي يلاقيه نظيف. قلت له كويس، طب أنا لما بابا يسوع يدخل بيتي تحب يجي يلاقي جوس وكاندي وأكل وزبادي وحاجات كده، ولا يجي يلاقيه نظيف؟ قال لي لا، يجي يلاقيه نظيف. قلت له حلو قوي، عشان كده احنا ما بناكلش او نشربش اي حاجه قبل ما نتناول، لان احنا مستنين بابا يسوع يدخل، وعايزين بابا يسوع لما يدخل يدخل يلاقي البيت نظيف. طبعا ده على مستوى الجسد، لكن هو برضه ياريت يلاقي البيت نظيف على مستوى القلب وعلى مستوى العقل وعلى مستوى الحواس. عشان كده برضو بنقدم توبة ونطلب إنه ربنا يسامحنا، ونطلب عمل الروح القدس فينا يطهرنا ويقدسنا ويؤهلنا لشركة أسرار المحيية. يا رب نشكرك نشكرك نشكرك، لأن ليك كل مجد وكرامة من الآن وللأبد. أمين.